مرحبا بكم مع نوت مياسة البرتقاليات. طيب تشوفون هذا مطار عطتني اياها جنان عشان اقص عليها بالكاميو. فبقول لكم السالفة او القصة من البداية. اول شيء جنان جابت منديل حق سيناميرود او لا ميلودي تمام، وانا انهبت قلت الله يجنن طبعاً من ميلسو، انا ما ادري وراه ما شفته من ميلسو ولا كان شريت كل العلبة اللي موجودة. فقلت له الله شكله يجنن كيوت، سرقته كل الحصة. طيب فهذه هي اخذته طبعا. فبعدين بعد كم يوم درت انه عندها مناديل، يعني المناديل، فجابت لي منديل سيناميرول هذا هو عطتني اياه. فقلت الله شكرا مره يا اخي، استانس صراحه مره يا اخي. هذه كياته بالله شفت ما عليك من هذا المنديل المصفط في مليون شيء فوقه، بس المهم مره كيوت. طيب فقلت اني اجل بزين لك هديه عشان هذا الشيء البسيط المبسط. قالت لا ما بيك تزيني لي هديه، ابيك تبعين لي على المطار او تقصين علي بكامل. فقصيت لها شكل الفراولات، كان عندي هذا التصميم من زمان ودي ازينه. في وحدة حسب الله ونعم الوكيل، في وحدة يتراني يلا يلا شلت هذولي بالقوة، شلتهن كل شوي وحدة تنزل أشيلها وبعدين ثانية تنزل أشيلها، تصير لاصق بنفس الصعب مرة. طيب ففي وحدة استغفر الله ونعم الوكيل، وحدة من البذور ودي أسبها، سامحيها، واحدة من البذور حسبنا الله ونعم الوكيل ما ضبطت ما تنشال. ليش الله أعلم لسنة أشيلها ما تنشال ما تنشال زي الباقي اللي حطيتها. هذه الناقل اللي فيه لصق إني أحطها هنا وألصقها هنا، أحطها هنا الباقيات وألصقها على طول. مشاغب الله يهديها إلا هذه، يا الله ما أصلا ما انشالت خربت. طبعا هذه المطار صح، شوفوا فهمت كذا طبقة، يعني اني جبت اول شيء الاحمر قصيت كل الفراولات، بعدين الاخضر، بعدين الاصفر، وبعدين عاد كلهن لصقتها فوق بعض. هذا بالفينال الاسطح، يعني ما يحتاج كوي زي الفينال الحراري، لا على طول اللصق ما يروح الا اذا انتي انتي ليش اسوق الاغراضي، اسوق المتجري. شوفوا متجري ما شاء الله تبارك الله، هذه التحفة المتجر المخفي. طيب هذا الشيء الجميل لا ينشال ابدا بالغسيل الا باليدين، شيليه كذا ينشال خلاص ماشي، ما زي انت كذا ما ينشال معلوم غذائي لصق 100% التخفيضات مفتاح مدرسه التخفيضات، يعني انا لصق هذا 100% ما في فكي. طيب ابدا طيب اذا فكي انا اسوي 10 مطار جديد. طيب هذول مرة فراولات يجننون عاديات، طبعا هنا كان في شكل بس غطيته الا هذه الفراولة. هذه الفراولة الجميلة ما ضبط مع النقاط، ليش الله اعلم، عجزت اشيلهن، عجزت اشيلهن من الفينين نفسه، ما ينشالن زي صديقاتها الثانيات كلهم انشالوا الا هذه، عجزت اشيلهن ما ينشالن. جبت الكاش، جبت كشاط كشاط ما ينشال، غيرت هذه اللي تلصق الناقل غيرتها ما ضبط، يا الله ما ادري وراء لاصقات ما يبون يطلعون خير. طيب فرسمت بالاكريليك يعني رسمي مرة الصراحة يجنن، واو اصلا الفينيل الاسطح شكله ما يرسم فوقه، ما يرسم بالماركر بس يرسم بالاكريليك، رسمت عليه بالاكريليك مو مضبوط، لا انا كذا زينت على طول يعني، ولا كان بدي اقعد ولا كان بالليل ولا تعبانه راسي مصدع من المذاكره على امتحانين بكره، للحين ما خلصت الاختبارات، بقينا تحسيني بقينا علم تحسيني، اختبارات نستاذ ثلاثه، طبعا لكم هذا اللون هنا ثلاثه اختبارات. اول شيء قالت لنا 10 اسئله اللي هو 10 اسئله بالوحده الاولى عن الخلايا، بعدين 10 أسئلة بالوحدة حقت الحيوانات، مدري البيئة مدري مو البيئة حيوانات وطلاسم،
الوحدة الثالثة اللي هو التحسيني حق التحسين. طبعا اعطتنا 10 اسئلة حق الفتري، بعدين بعد الفتري اختباراتنا متنا تهزهزنا، ماما خذي لفه ما خلص سالفتي والله غش والله ما تقدر للمغرب. انزلي انزلي غش انزلي يلا دوري دورة. طيب مع السلامة. فجبت لنا سالفة عن النظام البيئي، قولي اكملكم بالحلقة الجاية. جابت لنا سالفة عن النظام البيئي اللي ما حد حدد وما حد يدري السالفة وكان كله طلع بعدين يحبوا يلزم. وبعد 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 اختبار الانجليز علينا بكره سبب زي تحسيني افعال مضارع وما ادري وش وشاذة بعد اجلس افهم انا جوت جيت موت ميت اس اس خسخس كنعكس ام الكلمه. انا امس قاعد احفظ واكتب وقسم والحين نسيت كل شيء. انا اصلا ناقص نص درجه، احتاج نص درجه بس سؤال واحد وصلى الله وبارك. يلا نزليني يا باي. يلا مع السلامه. يلا نزليني كيت المسيرات يحبوا لكم كل العلماء مدومين. يلا مع السلامه. يلا باي باي، نراكم غدا في الحلقه التاليه. يلا الله على ميسو متحمسة تحل نفس اتدرب عليه ان شاء الله تبارك الله ممتاز عليك. نجيب درجات عالية ان شاء الله. اذا جبتي درجات عالية انت زملاتك ترفعون من مستوى التعليم في القصيم كله، يعني مدرساتكم يعني نافس نتنافس مع الرياض وابها ومكة. يعني والله انا ما عندي معلومات كثيرة عنه. المدارس اللي موجودة مدرسة الخامسة اللي موجودة لا لا على على مستوى القصيم. هي نفس على مستوى القصيم، في على مستوى رياض الدمام حايل زي كذا. لا لا بس انه حلو، يعني انا اللي معجبني انه مهارات سابقه، يعني سبق تعلمتيها في دراستك يوم انت بخامس رابع سنوات اي ما في الا بس ثالث ابتدائي وسادس ابتدائي وثالث متوسط. سادس معطوني ما في يا صرتي بثالث متوسط يعني السنه الجايه الا العام ما في. لا ما حطونا اوراق زي دولي نرجع البيت نقدر نحلها. اي هذه الاستاذ عطتكم عطتهم عشان يتدربون عليها. بس اختبرتوا بالمدرسه؟ اي اختبرنا بالمدرسه واحنا ما نشوف السالفه اصلا. اي جبت الحلال الحين. لا كثفوا الشغل وصاروا يدربونهم قبل. هو ما عليه درجات، يعني ما عليه درجات للطالبه نفسها، بس انه يفيد التعليم بعد، يفيد انه يرفع من مستواه ويتطور. اذكر احنا كذا واختبارات النهائية نزلونا عند اول وكذا قاعدين نختبر تجويد، قاعدين نختبر تجويد بعد ما اختبرنا. يلا اقعدوا بالفصل. ليش نقعد بالفصل؟ شو السالفة يعني؟ جاوا يجيبون لنا ذوليك الكتب كتاب زي دولي حق شو اسمها؟ سبقات مجلدات؟ لا الموهبة. اي نفسها. اي وفي ورقه عاد احنا نظلل ما ندري احنا ايش السالفه وليش زي كذا. دخلوا عليكم مداهمه. نبي نتكلم مع عيون، حتى الحمام عيون في وحده تحصلونه. يلا ودوها سالفه متوسط ان شاء الله تاخذينه. يقولون ماما انه باختبار نافس استاذه تقول اذا جبتي قلم رصاص ترى ما في بري ما تبرين. ما ادري والله يجونكم ما اعتقد استاذات ترى غير استاذاتكم يوزعون عليكم الاوراق. إذا تبي استفسار منهم يعطونك أقلام. لا تقول بس تجيب من قلم رصاص، إذا انكسر سبقته خلاص ما تبرينه. يعطونك بديل عادي. ليش ما نبري؟ ما أدري والله. ظللون دورات صح؟ يب. عاد أنت تعرفين شلون يا ميسو؟ مرة سهل. مثلا هنا بالكتاب هذاك. يلا حلي حلي خلينا نشيك الحين. أقعد أظلل على ألف. إيه بعدين تنقلينه لما الرقم. إيه. لا يعني شوفين هذا الكتاب هذا الورقة صير فيها دوائر حق ألف وكذا ألف وباء وجيم ودال. أقرأ السؤال وأجيب حل. ترى اختبارات القدرات والتحصيلي بعدين والقياس من شكالها إيه فيفيدكم ترى. طيب الحين نكمل قسم الرياضيات. رياضيات علوم ولغتي صح؟ يب. طيب سلام. هذا أسهل شيء في الحياة يعني. قيمة سين. حتى ضاري علمت ضاري. طيب الحين أربعة ضرب كم يعطينا؟ 20 ضرب خمسة. أجل ثلاثة ضرب خمسة يعطينا قيمة 90. ثلاثة ضرب خمسة تساوي 15. صفقي له يا نوت. لق 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 لق. حطي له نجمة. هنا أقسم أو أضرب. صراحة نسيت. أقرأ سؤال. قطعة. قطعة قماش طولها 31 في 5. لا وش كيف 31؟ 31 ونص. فاصلة خمسة. المهم إذا قص 31 ونص يعني 31 ونص. إذا قص منها قطعة فأصبح طولها بعد القص 19 وربع.
فإن المقدار الجزء الذي تم قصه يساوي نقص زي سين. عاد تجيبوا لي الجواب زي سين، يعني إنه حط 1.32 ونص قسمة سين يساوي 12 ما أدري وش يساوي 19. بعدين حط سين بطرف والأعداد بطرف. طب عاد لا هذا لسه بأخذه تبغى متوسط المجاهيل بطرف والمعلومة بطرف. شوفي يوم قصوها صارت 19.25 حرام عليهم. يمكن بيقسمونها بين عيالهم. طب جرب الطرح وش المسافة بينهن؟ إيه أنت هي كانت 31 بعدين صارت 19، يعني كم نقص؟ نقص 3 20 21 22 23 24. هي 12 بس 12.25 ولا 12.35 31 12 12 12 صح. إيه بس في سنتين 12.25 ولا 12.35 أجل نشوف هنا 20 الفرق بينه 20 أجل 25 و25 نعم 25 خلاص اخر كلام ما خلاص ما صار اسمع ماما وش عندها زين جبت لنا خطاب رحلة ما شاء الله نفس الترم الاول ايه وين الجاردن مشارك متفوقة يا سلم سلم الطالبات المضبطات والمتفوقات تدرين الى محمية جاردن تدرين ماما انه 4 بنات من فصل راح يروحون المتفوقات يعني انا هذول اللي بفصلي مره متفوقات يعني انا منهم طيب بروح معكم انا يلا بغبيك بشنطتي جارده رحنا لها ايه اللي فيها طيور شكلي باخذ معي مظلة عشان ما توسخ عبايتي ايه بنات تعالوا تعالوا بسرعه يسوون بيبي طيور على كل مكان وانت في شوي تنظفوا وتنظفوا وتوقفين ايه ومسحكم عندي بنادي مرطبه كل شوي مسح هبلنبنا لازم تاخذين الامبريلا حقت الصدق طيب الحمد لله انها صغيره كم تعطينا نوقع اعطيك 10 ريال وترجعين لي اياها عشان اروح المدرسه رجع لك 100 لا امين 10 الحمد لله انها 10 مو 20 يلا الله الخميس الونيس الساعه 8 الى كام 10 طيب تستاهلين يلا عاد الحمد لله بنات قليلات هذا هو لا مو بأربع كيد من فصول ثاني بعد ها إيه يعني قليلات اللي بالوتس يعني 4 بالفصول بفصول إنه 4 من فصول ثانية 3 من فصول ثانية يمكن يصلنا 50 أو 40 لا وش 50 تخيلت اللي داريات يقعوا 50 يا الله يعيننا من أستاذة بدرية بسم الله بوقع باليسار معرف تقعد أستاذة بدرية تقعد سنة بنت تعالي بنت روحي بنت من الوتس شوف ماما ترى باخذ معي وزيرة ترى باخذ معي فلوس عشان عندهم هناك يبيعون اندومي تذكرين ايه طيب ماذا يحدث اذا سقط الضوء عن المرآة راح نلقطه وانكسر خلاص ما ندخل نشيله بالمكنسة وخلاص نجزم لا تختبرينا جل ينكسر غيبة بكرتك فين ينعكس ولا ينكسر ولا يمتص ولا يتشتت ينعكس انا اثق بحرف الالف حتى تزيين وحركات كان برتقالي كان كذا عجوب راح تختار برتقالي طيب اي معالم سطح الارض ينتج عن التقارب بين صفيحتين التجاذب اللي بحر يلا تحداك تجاوبي احداك يلا ثانيه مخدوم يلا قولي الخيارات الصدع البحار ثلاثة الجبلية تكون الصحراء طيب وش السؤال انا الحين اي معالم سطح الارض ينتج عن التقارب بين صفيحتين الجبال خطا الا والله الجبال سلاسل جبليه مو جبال اجابتك خاطئه يعني حول ديره ميخال انت سلكينا التقارب ان يرقم فوق شوفوا ناس قاعده تشخمطوا بحر شوفي ناس قاعده تشخمطوا وينزل صحيفه تغوص لحظه بس وين صحيفه تموت صفيحة تتنفس ليش يا نوت الله يصلح شوف قاعدة حل تكتب نوت عم تميس ومدري ايش قاعدة ترسم عيني وش تدرين يا نوت نبي نرجع للأستاذة بتحط لها درس مشاركة أجل نوت عم تميسو نوت عم تميسو ما تركتب بجبهتك نوت عم تميسو نوت تذكرين المحدد اللي شريته من مؤسسة صالح؟
إيه؟ افتحي شوفي جمال ويجنن الصباح. افتحي طلعي الله لونه يجنن بنوتي. المهم ايش قلتي واحنا نسوي جولة؟ اتوقع قلت ابي استنسخ. ايه قلتي ودي استنسخ زيه ودي ابي. وش صار؟ وش ترى الله جديد زيه. لا للأسف إني ما جبت لك زيه من تلقى نفسي، وإنما جاب الغلط. سكري ميسو طبعاً. خذيلة تبين هذا ميسو؟ إيه خذيلة يلا عشان أعدل بينك. أنا يوم جيت أسوي جولة ما لقيته فضاع بالعلبة ما بالعربة نفسها ضاع، وجي أروح أجيب بداله خلاص. يوم رحنا نحاسب أثاري المحاسب ما شاء الله لقاو بالعربة وحاسب الاثنين كلهن تخيلي، فصار من حظك. أنا محظوظة أحظوظ إنسانة. استجاب ربي دعوتك. إذا أنت دعيتي محدد حطيته مع الرجل السحري ذا تجنن روعة هذا في لمعة. إيه مرة راح سرقت اليوم قلنا راح المدرسة يا حرامية. ميسو حطي منه تعالي تعالي حط له. ليش؟ طب أنا ميسو جديدة تونا شارينا عليها النمرة. افتح فمك شوي شو جبهتها؟ أنا حطيته. افتح فمك شوي ترى هذا نوع نفس الروج هذا. سلام يجنن حلو. هذه اللامة ذي حق الروج أخذته من تحت وصلت جوه. جديدو يا خيسو يجنن يا هابل خيال. بام بام خادم هذا الروج 100% أصلي زي كذا. طبعا هذه رسمتي القبيحة ونور قاعدة تسوي له مكياج وش غريبة. هذا مرطب الشفايف اللي شرته نوت. وش رايك فيه؟ عادي جدا. طيب افتحي لنا الباقي هذول اللي شرتيهن. هذول اللي خذتها من صالح وزنجبيل لنا ومنهم وجبت هذه ال شو اسمه بلشر. دايما انسى الاسامي. شوفي لونه مره انا ما افرق بين البلشر والكحل لانك كان جديدات على المكياج. شوفي جميله مره لونه يجنن صاير بني على وردي. طيب والمسكرة وش تزين هذه شو وظيفتها؟ هذه تطول مره حلوه وظيفتها ترقص والله. تطول للرموش مره. افتحيها خلينا نشوف. عندي اخضر يتكثف بس ما طول دائما رموشي يعني دائما بستخدمها فاستخدم زي شوفي مره. طيب استخدمين الثنتين كلنا عشان يصير كثيفات وطويلات. عاد ما شاء الله انت رموشك طويل. لا رموشي ما في شيء ولا وضوح ما في شيء خفيفات بس انه طوال ما شاء الله. يلا اللي بعده هذا كونسيلر. ايه عندي طبعا غامق شوي. عندي واحد درجه فاتحه احس انه هذا انساب لك. لا ترى ما كان يؤثر شيء صادق مو باين ابدا. طيب حطيه اول شيء هو حطيه الفاتح إيه؟ ومنحطي هذا فوقه. انا ليش شريت عشان قبله دي معي مره فاتح وش زين انا ادمج به صح بيدك كذا ادمجي الاثنين مع بعض وبعدين نحطيه. لا انا اصير احط الفاتح بعدين احط جنب الغامق. طيب انت ابخس. واذا جلوس هذا جلوس بس مو مره عجبني لانه مره يلصق صادق ثقيل يعني. افتحيه شوفه معني حطيته بيدي مره يجنن. عجبنا كان عكس في جلوس نفس هذه الشركه كان كذا شفافي مره حلو شكله. شوفي تحسين كتله. طيب خل يصير عندك خبره مره ثانيه تشتري مكياج تاكدين انه ما يلصق تتاكدين من درجه الكونسيلر تناسب بشرتك. ما تستعجلين يعني الحين انت تشترين مكياج رخيص شوي ترى بعدين ان شاء الله كبرتي تشتري من الغالي. بس في كان روج نفس هذه الشركه كانت خيلي هذا وردي مره فاتح وكان زي الطبقه الشفافه مره حلو كان بس ما يلصق. بس عاد في مليون نوع من الارواج. طيب ذكرت صح ايش رايكم نقول لسنابين الخبر الجميل اللي صار لنا اليوم؟ إيه. بس اصبروا خل نحطه بسناب جديده وننزل الصوره على طول. يلا بدي ما اتكلم حنا. يلا يلا ليتس جو. مرحبا مرحبا مرحبا.